أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جسم الخطابي عن إكمال كل الخطط الخدمية والأمنية الخاصة بتأمين زيارة العشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. تم مناقشة بالتفصيل كل دائرة خطتها واحتياجاتها وآلية العمل، وبذلك احنا من خلال متابعتنا الدقيقة وطلبنا مسبقا خطط مكتوبة من الدوائر. الحمد لله الان كل دوائرنا انجزت اعمالها، انجزت كل امكانياتها الامنيه. نسيت قائد امن استقبال الشرطه انجزوا خطه مبكره للامن، وان شاء الله راح كذلك هناك ادامه زخم سواء من مكتب السيد رئيس الوزراء المحترم او من الدوائر الامنيه الاتحاديه، وكذلك سواء في وزاره الدفاع، هيئه الحج الشعبي، وزاره الداخليه، الجهاز الامني الاستخباري الاتحادي، وكذلك الامكانات والقدرات على مستوى المحافظه، كل دوائر المحافظه بالانذار التام، كل دوائر المحافظه وفرت كل قدراتها وامكانياتها من اجل توفير افضل الخدمات لزوار الامام الحسين خاصه، واحنا الزياره تبدا من يوم 1 محرم. ليله 1 محرم عندنا زياره وعندنا مراسيم، اضافه الى تستمر 10 ايام الى 10 محرم هي الزياره المليونيه الأكبر. طبعا الآن هذه الخطة جاهزة، وبإذن الله تعالى راح نستقبل كل الزوار وكل مؤدي مراسيم الزيارة بخير المباركة، وحياهم الله، نقول لهم لكل الزوار. الخطة الأمنية دائما عادة تكون مرنة وقوية وفعالة وبدون تفاصيل، طبعا أكيد يعني ما راح أتكلم عن التفاصيل، ولكن قطعا الخطة الأمنية ستكون دائما لصالح الزوار وأهالي محافظة كربلاء المقدسة، وإحنا عندنا ثقة كبيرة بقيادات الأمنية وكذلك قواتنا الأمنية سواء كانت الجيش والشرطة والحج الشعبي والجهاز الأمني الاستخباري.